للمزيد ينضم معنا عبر سكايب من اسطنبول الخبير والمحلل العسكري عبد الله الاسعد. استاذ عبد الله الاسعد، بدايه مرحبا بك. يعني رفض روسيا لمشروع قرار فرنسي لاجراء تحقيق مستقل في دوما، الا يؤكد مسؤوليتها هي والنظام عن الهجوم الكيماوي؟ نعم، مساء الخير لك وللساده المشاهدين. يعني في الواقع طبعا تم تاخير لجنه الكشف عن الكيميائي بسبب يعني ازاله اثار ودلائل الهجوم الكيميائي، واصطنع في نفس المكان تفجير سيارتين في نفس المكان الذي تم فيه استخدام الكيميائي، وجاءت الجرافات والسيارات الشحن واخذت التراب بحجه ان هذه المنطقه تم فيها تفجير، ولكي يتم يعني اخفاء الدلائل، لان اثار استخدام ماده السارين تبقى في مناطق التراب، وهناك بقايا للشظايا التي تم يعني استخدامها. لذلك هذه الجرافات قامت بتنظيف المنطقة بالكامل، حيث تم تأخير الوفد بحجة أن الظروف الأمنية لا تساعد. هذا من ناحية. الناحية الثانية موضوع الغازات الكيماوية، غاز السارين بالذات، والفوزجين والإفكس واستانيد، هؤلاء الأنواع من الأسلحة يعني لا يتم التأكد من استخدامها إلا إذا تم أخذ عينات من الدم والبول والشعر وعرض مجموعة من العناصر الذين أو المدنيين الذين تعرضوا للهجوم. وهذا الأمر يعني غير يعني ممكن، لأن كل أهل دوما الآن أصبحوا مهجرين في خارج دوما، يعني روسيا كونها هي المدافع الأول عن النظام، لذلك ستأتي بعناصر مدنيين من غير المنطقة التي تم استخدام فيها الكيماوي، ويتم فحصهم على أنهم هم من تعرضوا للكيماوي. لذلك يعني لا فائدة من دخول الآن، لا فائدة من دخول اللجنة إلى دوما، وستعود هذه اللجنة بتقرير يعني مكيف. ما دلالات إطلاق النار على الفريق الأممي؟ طبعا يعني الآن المنطقة أصبحت يعني أصبحت خالية من عناصر الفصائل الثورية. هذا الموضوع يعني يعيدنا إلى ما قاله وليد معلم وزير الخارجية عندما قال إذا أرادوا أن يفتشوا سنغرقهم في التفاصيل، عليهم أن يتعلموا السباحة إذا أرادوا أن يأتوا إلينا. فلذلك يعني الآن هم لكي تعمل اللجنة، أيضا إطلاق النار على اللجنة لكي تعمل اللجنة في ظروف القلق، ظروف قلق وظروف يعني غير مرتاحه في عملها في منطقه دوما. واكيد هذا طبعا النظام هو من اطلق النار، لان هذا موضوع مصطنع يعني متعود عليه الشعب السوري من قبل يعني فبركات النظام سواء الاعلاميه، وهذا طيب. ليس يعني فقط على مستوى اللجنه. استاذ عبد الله، مجله ذا اتلانتيك الامريكيه قالت ان ايران تدعم نظام الاسد بمليارات الدولارات في ظل الازمات التي يعيشها النظام الايراني، الى اي مدى سيستمر هذا الدعم برايك؟ طبعا هذا الدعم ليس جديد، يعني في السابق عندما بدات الازمه وفي عام 2013 و2012 2013 2014 كانت ايران هي الضامن الاساسي للصفقات الاسلحه القادمه من روسيا، كان الضامن لها النظام الايراني ونظام المالكي ومن ثم العبادي، كانوا هم يدفعون نصف ثمن هذه الصفقات من الاسلحه، وتتعهد ايران بان تكمل الدفع الى الروس، يعني الروسي عندما ياتي بصفقات طبعا هذه مدفوعه ثمن من النفط العراقي ومن الولي الفقيه في ايران. لذلك يعني حتى ايران استغلت هذه الفرصه بموضوع الدعم على حساب يعني لقمه العيش لشعبها، وبدات يعني تستجر صفقات الاسلحه من روسيا وتضعها في سوريا، واخر دفعه جاءت بها هي صواريخ الياخونت التي جاءت بها ووضعتها في منطقه دمر ودريج، وقام الطيران الاسرائيلي بقصف هذه المناطق، لان طبعا الاقمار الصناعيه تتابع ما يجري في دمشق من اي يعني تحركات سواء كانت بريه او غيرها. فلذلك يعني هذا الموضوع يعني لن تتوانى به ايران نهائيا، لانها ترى في دمشق وترى في بغداد وترى في لبنان هي العمق الاستراتيجي لها، وهي خط الهلال الشيعي الذي كيف سيسهم هذا الدعم، كيف سيؤثر هذا الدعم على المستقبل في البلاد؟
طبعا يعني هم يعتبرون ان دمشق هي او ان سوريا هي المحافظه الخامسه والثلاثون في يعني في المحافظات الايرانيه. طبعا سينعكس هذا البلاد بعدم وجود قرار عربي سوري نهائي، وسيكون القرار كما هو الان، يعني سيطره الميليشيات الشيعيه وسيطره ايران على القرار السوري وعلى الارض السوريه، وهي تاخذ الان مكتسبات. طبعا مقابل هذا الشيء اقامت قاعده جويه في قريبه من قاعده حميميم في الساحل السوري، وتقيم الان مصانع مشتركه مع الكوري ومع الصيني ومع الروسي على كافه اراضي سوريا من الساحل وحتى الوصول الى الجنوب. طيب. واخذت مقابل ذلك ايضا حوالي 5000 كيلو متر او 5000 هكتار من اجل اقامه مصانع في تلك المنطقه، اضافه الى مطار الصين الذي اصبح هو يعني هناك تحشيدات. استاذ عبد الله الاسعد، هناك تحشيدات للنظام للهجوم على احياء جنوبي دمشق وريفها، من الناحيه العسكريه ما السيناريو المتوقع؟ طبعا هو كان يعني بعد الغوطه متوقع ان يكون القلمون الشرقي هو المرحله القادمه، الا ان ما حدث من موضوع يعني اثناء خروج المهاجرين قصرا من الحي القدم والأسالة والمادنية، هذه المنطقة قام طبعا الضابط المنسق بين داعش وبين فروع المخابرات وهو رئيس فرع بتقديم مجموعة من الضباط، وقتل عدد كبير من الضباط، وأصبح هناك نوع من التذمر لدى الحاضنة بأن داعش موجودة في الأحياء الجنوبية من منطقة القدم القريبة من بوابة الميدان وحتى الوصول إلى يلدة وببيلة وبيت سحم، لماذا لا تقومون و... شكرا لك أستاذ عبد الله الأسعد الخبير والمحلل العسكري، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول.